ونبدأ اختبار سرعة الـ5G، والسرعة عدت 1000 ميجابت في الثانية. احنا في جيجابت، دخلنا على الجيجابت في الثانية كسرعة تحميل. طبعا هذه السرعة في مركز ابتكار زين، والجوال يدعم الـ5G. تخيلوا التجربة كيف. وانا اطالب كل واحد يشاهد هذا الفيديو ان يكون عنده هذه السرعة، ابغى كل واحد عنده 1000 ميجابت في الثانية. التجربة هذه صارت بين جهاز يدعم الـ5G وبين شبكة الـ5G نفسها، وانا حاليا في مركز ابتكار زين، والابراج حقت زين حقت الـ5G، والجوال اللي هواوي Mate 20X هذا يدعم الـ5G. صارت التجربة مباشرة بين الاثنين. في احد التجارب وصلت الى 1.3 جيجابت في الثانية كسرعة. تخيلوا 1300 ميجابت في الثانية. السرعة هذه شيء جدا عظيم، فتخيل قدرات التحميل اللي بتكون عندك. يمديك تتفرج على 4 فيديوهات 4K في نفس الوقت وما يتأثر عندك النت. سرعة الانترنت والتحميل جربتها على الميت 20X، وايضا وش اقدر اجرب؟ اقدر اجرب اني اسوي اتصال، واثناء الاتصال اسوي اختبار السبيد تيست، والسرعة اللي توصل عندي وزي ما انتم شايفين تعددنا ايضا الجيجابت في الثانية. والموضوع مو فقط بس انه على الجوال وبس، حيكون في راوترات سي بيات، هذه الراوترات تدعم الـ5G. اذا كان عندك راوتر يدعم الـ5G وحطيت فيه هذه الشريحه حقت الـ5G، حتقدر تستفيد من المنافذ اللي موجوده، تشبكها على اجهزتك المختلفه للترفيه افضل، مشاهده المحتوى افضل. وانت تتكلم على سرعه جدا عاليه، تلاقي عندك الـ5G شغال وتستمتع فيها سواء جوال او حتى راوتر. وارجع للاختبار اللي سويته بشبكه الـ5G اللي موجوده هنا من زين، والجوال حق الهواوي ميت 20X. جوال يدعم الشبكه حقت الـ5G، وموجوده عندكم مجموعه من النقاط ومجموعه من الابراج فيها 5G، هذه احدهم. لو اتكلم على الاختبار، هو فعلي صار بين الاثنين، ما عندنا اي وسيط بينهم. السرعه اللي طلعت 1.3 جيجابت في الثانيه، هذه احد التجارب، يعني نتكلم 1300 ميجابت في الثانيه. لو عندك سرعه تحميل بهذه القوه وش بتسوي فيها بالضبط؟ ايضا نتكلم على توفر رسمي ل 5G في المملكة العربية السعودية من زين خلال عام 2019 بإذن واحد أحد، فترقبوا الموضوع جدا قريب. أصلا الأجهزة نفسها متوفرة في السوق حقت الـ5G، ومديك تشتريها، فشيء جدا كويس. ونهاية التجربة وكل تجربة من أي مكان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وأباكم تقولوا لي بالفعل وش بتسوي بشبكة 5G أو بالسرعة هذه اللي شفتوها لو كانت عندك.